السلام عليكم ورحمة الله. أحمد السلمي مستشار ومدرب تقنية البيع والتواصل أيضا، أستاذ في التعليم العالي. اليوم احنا هنايا باش نقدم واحد الدرس، واحد اليوم دراسي، واحد التدريب بالمشاركة ديال القطاع الخاص ومقاطعة سلابطانة. الهدف ديالو هو مشاركة الناس للحضور تقنية البيع ديال اليوم. وكتعرفوا بأن أي واحد اليوم محتاج لهذه التقنيات، كسوى طبيب أو محامي أو محامي طبيعة الحال، ولا أي واحد اللي كيزاول مهنة حرة. فاليوم هادو من التقنيات اللي هما ضروري يكونوا عند الإنسان. نتمنى أن يكون اللقاء ناجح إن شاء الله تعالى، وتكون واحد الفائدة للجميع إن شاء الله تعالى. كنشوف الدكتور كريم، مدير تجاري لشركة مكاري. أولا تنشكر هاد البادرة اللي قامت بها المقاطعة ديال البطانة وبشراكة مع شركة مكاري من أجل تشجيع الشباب اللي كان الهدف ديالها هو هدف واحد، نزيدوا بالشباب ديالنا للأمام في إطار المبادرة اللي تتقوم بها الدولة، وكذا تقريب الشباب من بزاف ديال النقط بما يتعلق بالتجارة، في التجارة الداخلية والتجارة خارج المغرب. ياسين الغمامي من مدينة فاس، جيت هنايا لواحد المحاضرة عند أستاذ ديالي بروفيسور السالمي. كنقرا في واحد الجامعة الأمريكية الباشلر، السنة الثانية عندي في دراسة الأعمال. سير بالنسبة للمحاضرة تقريبا ريزومي على داك الشيء كامل كنا هضرنا عليه البروف، هضرنا على التقنية ديال البيع وكيفاش نهضروا وكيفاش نتعاملوا مع لو كليون، ودرنا على الماركتينغ وعلى السيلز تكنيك من المرجعية ديال الدنيا، بأن راه واخا نعيا واخا نمشيو لكاع الكتبة ديال التقنيات ديال المبيعات راه غادي نلقاو كلشي في القرآن ديالنا، كلشي كاين فيه كلشي. ودرنا على الأهمية ديال الكومونيكاسيون، كيفاش ان الكومونيكاسيون اللي كتلعب دور كبير باش نقنعوا لو كليون ديالنا ونبيعوا المنتوج ديالنا ونبيعوا راسنا. ودرنا على واحد النقطة مهمة، بأن قبل ما تشي كامل، قبل ما واحد شحال من واحد ما عرفش بأن راه كلشي عنده شركة، بأن راه أنت راسك براسك عندك واحد الشركة اللي كنسميو حنايا بلونجلي بيرسونال براندين، يعني خصك تعرف تبيع راسك للمارشي دوطرافاي باش تبيع راسك، كوم سا هكا غادي تحقق واحد النجاح كبير كما كنقولوا في سوق الشغل. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.